السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. عاجل غموض يكتنف مصير سفينة نفط بالبحر الأحمر مع تأكيد بدء التسرب منها. وإلى التفاصيل، يكتنف الغموض مصير سفينة نفط يونانية تعرضت لهجوم يمني قبل يومين في البحر الأحمر، وذلك مع تأكيد بدء التسرب منها. وأظهر موقع تتبع الملاحة البحرية مارينا ترافيك بأن السفينة تشيوز لاين لا تزال حتى اللحظة عالقة وسط البحر الأحمر بين السواحل المصرية والسعودية. ويظهر الموقع بأن السفينة تتواجد في موقعها الحالي منذ عدة ساعات، وهو الموعد الذي أعلنت فيه القوات اليمنية استهدافها على خلفية انتهاكها قرار حظر الملاحة إلى الموانئ الإسرائيلية. وكانت وكالة رويترز نقلت عن مركز المعلومات البحرية المشترك للبحر الأحمر وخليج عدن والذي تديره البحرية البريطانية عن بدء التسرب النفطي من السفينة. وتأتي هذه التطورات عقب ساعات على نشر القوات اليمنية مقطع فيديو يظهر لحظة استهداف السفينة بزورق مفخخ. والسفينة واحدة من سفينتين مرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي تعرضت لهجمات يمنية في آخر عملية واسعة بالبحر الأحمر. وأكد المركز البريطاني بأن السفينة قررت إعادة توجيه دفتها شمالا وأنها تقوم حاليا بتقييم الأضرار. ومع أنه لم يتضح بعد حجم الأضرار بالسفينة، إلا أن أخرى تعرضت لهجمات مماثلة بزوارق مفخخة غرقت بعد أيام فقط من تعرضها للضربة. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء، لا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.